لكليك بيت. سلام عليكم، اليوم رجعت لكم فيديو قوي جديد. بس اول شيء يهمني على الصوت، ثاني شيء مبين ايش هو الفيديو. الفيديو حلقه الحجر المنزلي، بس حكيت عنه بالفيديوين الماضيين، وجايب شعري بشكل عفوي عشان احلقه لي وهيك جاي. اوكي، خطه حلقه اليوم هي اجيب جوانب، اشيل كل الجوانب واقص من هنا. انا احاول اقصر، بس هون سهل، بس هون اصعب شيء. هون كنت دائما تدريج، بس صعب تعملها تدريج خاصه لحالي. بدي احلق وبدي احاول اعمل هون ورا حرف ال ال، واصلا مش التحديد هسه، مش عارف راح احددها من ورا بعد ما احلق. فيلا نبدا، بس انا اول مره بحلق فيه فمتحمس الفيديو. صحيح، وبدي اعمل برضه هون حرف ال ال، احاول هون حرف الزد. فيلا مع اول شيء. بسم الله. يس، اتدرب كيف بالاول. لا وصص هيك. بدي اعمل هيك. خلاص خليني فيه. حرف ايه البداية في اللي سويته؟ لا المراية. اوكي، حرف ال كويس. اوه احاول اعده كمان. اسمع. What is this؟ يا ساتر مع الباقي. اوكي، بدي احاول مع هاي، بس مش عارف اذا تزبط 100%. اعمل حرف ال نفس الشيء. بالظبط للاسف. بالظبط للاسف. اوكي نكمل معاي. اوكي، بس بدي الف حل مع المراية احسن. شوفوا، استنى صورة صورة مع حرف ال. احاول اعد واضبطه. اوكي هيك. اوكي، هاي حرف ال أحسن من أول، مش إل داد فلوت. أوه. أوه. أوه.
استنى باي باي يا حرف ال راح ايكون شوف اوكي دلوقتي حرف ال علق اوكي عدمت الدنيا الناس ما في المساعدة بس بنحاول نعمل حل خلص خلينا نعمل الجنب الثاني كيف قصة الدين أجرب أعمل على التركيز من البلد رأي هيك سبقت بالعنوان قصة ابني حاب اجرب هاي اركبها هي افضل كنو ولا اللي بتعود عليه بس ما نسمع لا حاول اعمل تراي تكون هذا المستوى استنى ما شوي تمام بالضبط وبرجع لكم اوكي كملت تحديد جوانب مع الوالد هاي الشكل النهائي مقبول بالنسبة لحلق منزلية بس ضايل الكوش اللي هون هاي الأصعب شيء طبعا جبتها على عبيطة مي فيش هاي بتاعت المي بس نعمل نفس المبدأ قبل ما كملت مش عارف اعمل هون ولا لا خايف ما تضبطش استنى اجرب انزل الغرة اجرب بس انا ابص الغرة يعني اقول لك
ممكن كويس هسه من هنا. يا ساتر لا شو سيل يزبط أحد إشي بالحياة المغامرة هيك خاصة هذا إشي صعب بتعمل بالبيت لحالي. عندنا مش تشعر شو كيف صار sexy and I know it. بس المشكلة واجهت وانا عم بحدد نورا هي اصعب شيء وهون برضه في شوية توتر كمرة اولى. اوكي هدول الفاينل لوك مش بطال كويس مقبول كمرة اولى بالبيت. وكان معكم الكوافير دواي اي حاجة اكتبوها في الكومنتات تحت دواي دوت حداد 14@gmail.com للتواصل الاعلامي. مع السلامة.